طبعا قد ينزعج البعض عندما يعلم أن الببغاء يعض، وطبعا قد يعني يشتري بعض الناس ببغاء، وطبعا يشتري هذا الببغاء على أنه ببغاء مدرب وعلى أنه ببغاء لا يعني لا يعض، وبعد ذلك بعدما يشتريه فيكتشف أن هذا الببغاء يعني يقوم بعض الأصبع، يعني هذا أمر يعني ينزعج منه بعض الناس، وقد يمثل هذا الببغاء طبعا يعني خطر على الأطفال، لأن عضة الببغاء طبعا يعني بتكون صعبة جدا وبتختلف طبعا تبع النوع، يعني ببغاء الكاسكو أو ببغاء مثلا الدرة الهندي بتكون العضة طبعا مؤلمة جدا وبتكون قوية، أو ببغاء الكوكتيل طبعا بعض الببغاوات طبعا بيكون العضة عندها يعني بتكون يعني بتسبب جرح كبير جدا، لأن طبعا الببغاء دوت قوته في منقاره، قوة الببغاء في منقاره، طبعا ربنا وهب للببغاء منقار قوي جدا. لازم تعرف أمور مهمة جدا، لازم نعرف ان العض ده وسيله من وسائل الدفاع. خلي بالك معايا، كمل معايا الفيديو للنهايه عشان تعرف الاسباب. لو ان انت عرفت الاسباب هتعرف العلاج مباشره، يعني اذا عرفنا الاسباب اللي بتؤدي الى مساله العض فاذا عرفناها مباشره سنعرف العلاج. يعني اصبر معايا وكمل معايا الفيديو للنهايه عشان يعني تعرف ايه الاسباب اللي بتؤدي الى هذه المشكله. اول حاجه لازم تعرف ان العض ده هو بيختلف من ببغاء لببغاء ثاني، قلنا تبع ايه بقى؟ تبع التاكيل اليدوي. طبعا الببغاء اللي تم تاكيله تاكيل يدوي هو بيعض بس عض خفيف، يعني مهما كان العض بيكون خفيف، يعني الببغاء اللي هو ما تمش تاكيله تاكيل يدوي العضة بتاعته بتكون صعبة جدا، يعني بتجيب دم، بينما الببغاء اللي تم تأكيله تأكيل يدوي مهما كانت العضة بالنسبة له بتكون يعني بتكون خفيفة. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى تعصب الببغاء وعض الببغاء بشكل قوي، إن حضرتك لما الببغاء يبدأ يعض ديك إن أنت على طول مباشرة تقوم يعني إيه رامي الببغاء من يدك وتتعصب على الببغاء أو تضرب الببغاء، فبالشكل دوت الببغاء هيتعصب أكتر، وكمان الببغاء كمان هيشعر إن العضة أتت بثمارها المرجوة، إن يعني إن هو عايز يتخلص من إيديك. فمجرد ما هو عضك انت رميته على طول، لا اوعى يعني تسيب الببغاء حتى لو عضك، حاول ان انت تثبت له ان العضه ديت ما بتعملش اي حاجه مطلقا، وحاول ان انت تهدى ما تضربش الببغاء ابدا، وما تنتفش ريش الببغاء وما تتعصبش على الببغاء، لان بكل بساطه لما انت تشد يعني ريش الببغاء بقوه او تنتف ريشه او تضرب الببغاء، فطبعا الببغاوات ديت حيوانات ذكيه جدا، فبالتالي مش هينسى الفعل دوت، وانت هتعمل حاجز بينك وبين الببغاء، فبالتالي هيفضل الببغاء يخاف منك او ان هو دائما مش هيبطل مشكله العض. الحاجه اللي بعد كده ايضا ان طبعا الببغاء ده هو ممكن يعني يحصله في بعض الحالات ان الطيور بتكون يعني لازم تعض في هذا الوقت اللي هو وقت التزاوج. طبعا يعني طبعا لما يكون يعني الانثى راقده على البيض او في فتره التزاوج بيكون طبعا الهرمونات متلخبطه، وبيكون الذكر يعني ايه خايف على اولاده والانثى خايفه على اولادها، فبالتالي يعني وسيله الدفاع ايه؟ وسيله الدفاع ان هي بتدافع عن اولادها ضد اي عدوان، فده طبعا ميزه، يعني ميزه ان يعني دي طيور يعني بتخاف على اولادها، يعني ده من الحنان من الحب ان هي تعض ان هي تنهش اي انسان يقترب من البياضه او يقترب منها في وقت التزاوج. فطبعا الطيور في وقت التزاوج لازم تعض حتى لو العضه دي عضه خفيفه، ويفضل الانسان هو يبتعد عن الطيور في وقت التزاوج وما يطلعش الطيور من القفص. الحاجه اللي بعد كده ايضا من الاسباب اللي بتؤدي الى العض عند الببغاء، طبعا لما يكون الببغاء خايف، يعني الخوف، يعني احنا طبعا عندنا الخوف ده السبب، يعني هو طبعا بيستخدم سلاحه للدفاع، يعني معناها ان هو خايف منك، يعني معناها ان انت حضرتك عامل له رعب، عامل له فزع، ان انت بتعمل له ازعاج، ان انت كل شويه تخبط على القفص، ان انت كل شويه تشد ريشه، يعني انت عامل له فزع، فهو خايف منك فبيستخدم السلاح، يعني هو لو شعر معاك بالامان حينئذ طبعا عمره ما يعضك، وحتى لو عض هيعض العضه دي بتكون خفيفه جدا، يعني مجرد بس فقط ان هو بيسند بمنقاره فقط، مش العض اللي هو القطع، يعني اللي هو يعني ايه بيحاول ان هو ينتقم منك كلا. فايضا يا جماعه خلي بالكم الببغاء طبعا يعني المقصوص جناحه، طبعا احنا قلنا ان قص الجناح ده هو بيكون خطا كبير جدا، لان انت بتتعب الببغاء نفسيا، الببغاء بيتعب نفسيا لما انت تقصله جناحه، وبعدين حضرتك لما تقص للببغاء جناحه ايه اللي بيحصل؟ ان الببغاء بعد كده انت لما تدربه ويبقى كويس معاك، لكن بعد كده انت عايز الببغاء ريشه وجناحه يكتمل، فمش ممكن ريشه يكتمل الا اذا اشتلت الريشه المقصوصه، فلما حضرتك تيجي تشتل الريشه المقصوصه المشكله دي كبيره جدا، لانك هتنتف الريش، هتنتف الريشه المقصوصه، فده طبعا بيكون صعب جدا، فالافضل ان انت يعني يتم لصق الجناح باللاصق، هتجيب اي لاصق وان انت تحاول ان انت تلزق الجناح بدل ما تقص الجناح، وهيحصل لك مشكله بعد كده بقى ان انت لازم تيجي ترجع تاني تنتف الريشه، ونتف الريشه ده هيسبب ازعاج كبير جدا للطائر، والطائر مش هينسى الموضوع ده ابدا. طيب بنقول ان الببغاء اللي مقصوص الجناح هو الاكثر عضا، طبعا عضته بتكون كبيره قويه جدا، لانه طبعا فقد احد الاسلحه، الببغاء المقصوص بيستخدم منقاره وبيكون عضته قويه جدا، حتى لو وقف على ايديك بيمسك يعني قدم الببغاء بيمسك بصبعك بقوه جدا. ليه بقى؟ لان هو عارف ان هو لو اختل توازنه سيسقط، لان طبعا الجناح عنده فيه مشكله، سلاحه اللي هو سلاح الطيران فيه مشكله، فطبعا لما يقف على ايديك بيقف بقوه، فانت بتحس ان يعني الببغاء يعني ايه قارص على صبعك، وضوافره طبعا يعني ايه يعني سببت لك الالم ده، نتيجه ان هو خايف، لانه لو وقع يعني هيقع وقع جامده، لان ما معهوش ايه الجناح عنده فيه مشكله. ايضا
في فتره يا جماعه، فتره تغيير الريش، فتره تغيير الريش طبعا الببغاء بيكون طبعا عصبي جدا وبيكون مزاجه سيء جدا. يعني الفتره دي اصلا بيبقى اصلا الببغاء يعني سيء جدا، وطبعا يعني فتره صعبه. فانت ابتعد ايضا عن الببغاء، ويعني ايه ابعد عن تدليك راسه، لان انت بتسبب له ايه، بتسبب له الم. ايضا يا جماعه من الاسباب اللي بتؤدي الى ان الببغاء يعض، حتى لو الببغاء دوت انت يعني هو ببغاء مدرب طبعا، احنا اتفقنا دلوقتي ان الببغاء اللي بنتكلم عليه دلوقتي الببغاء المدرب، انما الببغاء اللي ما تمش تاكله تاكيل يدوي والكلام ده كله، ده يعني العضه بتاعته على طول يعني صعبه جدا. احنا بنتكلم دلوقتي على الاسباب اللي بتؤدي الى العض عند الببغاء المدرب او اللي تم تاكله تاكيل يدوي. من الاسباب تغيير المكان، يعني انت دلوقتي بعت الببغاء بتاعك دهوت لانسان اشتراه منك، فطبعا طبيعي جدا الببغاء دوت لما يروح لمكان جديد ويشوف واحد جديد ويشوف صاحب جديد، فطبيعي جدا انه هيكون عنده فزع وهيكون عنده خوف وهيكون عنده عض، ده شيء طبيعي جدا. عشان بعض الناس لما يشتري ببغاء ويقول لك ده الراجل ضحك عليا وخني وقال لي ان هو ببغاء مدرب، ولما جبته الببغاء بيعض، تمام، ده شيء طبيعي، هيعض في الاول لانه هو لسه غير المكان بتاعه وشاعر الببغاء شاعر بالخوف، فلازم نتعلم عشان ما نظلمش الناس. ايضا من الامور اللي بتخلي الببغاء يعض ان حضرتك بتهمل في الببغاء. لما تهمل في الببغاء اللي انت اكلته تاكل يدوي ودربته وتسيبه في القفص فتره طويله جدا وما تحاولش انت تطلعه، ما تحاولش انت تدربه، اللي بيحصل الببغاء طبعا كل ما تطلعه كتير من القفص وكل ما تدربه وكل ما تلعب معاه، كل ما يكون الببغاء معاك يعني زي قطعه العجينه، يعني بيكون معاك حلو جدا، بيكون معاك سلس جدا، وكل ما تهمله كل ما الببغاء بيبدا ينسى، بيبدا سلوكياته تتغير، بيبدا يعني ينفرد بنفسه. فطبعا لازم تطلع الببغاء ولازم تدربه على طول وتحط له العاب عشان يطلع الطاقه بتاعته والحركه يطلعها في الالعاب. في بعض الناس يقول لك ان والله يعني من الافضل ان انت يعني تحاول ان انت تحسس الببغاء بالامان، ان انت تحاول تدلك راس الببغاء. التدليك ده حلو جدا لان هو اصلا الببغاء طبعا بيحاول ان هو يغازل الانثى ويحاول ان هو يدلك لها راسها، فدي حركه جميله جدا بتحسسه ان ايديك مصدر للامان. ايضا في ناس تقول مثلا ان من العلاج ايضا ان احنا نقدم للطائر الاكل، يعني تقدم له ايديك كده، تحط ايديك وتحط فيها التفاح وتحط فيها اللب وتحط فيها الاكل اللي هو بيحبه، بحيث ان الببغاء يشعر ان ايديك دي مصدر للامان مش مصدر للرعب ولا للفزع. طبعا الكلام دوت مش هتعمله لما يكون الطائر جعان، لانه هو لو كان شبعان هيعض ايديك على طول، خلي بالك كويس. في ناس تانية تقول والله احنا ممكن نحط على يعني على صبعك، ممكن تحط على صبعك تحط عليه مثلا ايه قطره كده من العسل او قطره من السكر، بحيث ان الايه ان الببغاء يعني ايه لما يجي يعض ايديك يشعر ان ايه ان ايديك دي فيها يعني شيء حلو وشيء طيب، فيشعر ان الايد مصدر للامان. وطبعا المساله دي هتتكرر مثلا لمده اسبوع او اسبوعين لدرجه ان هو خلاص يعني هيشعر ان الايه ان ايديك ديت يعني مش مصدر للرعب ولا للفزع. اوعى تحسسه بالفزع، ولذلك لو انت عملت خطا واحد او لتفت له الريش بتاعه بقسوه او ان انت ضربته او ان انت عمال تحط ايديك بسرعه وتشدها بسرعه، فانت كده بتعلمه العض، او ان انت عمال تحط ايديك في بقه في منقاره، انت كده بتعوده على السلوكيات الخطيره. يعني نلاحظ ان هم خايفين لما بيقربوا من الببغاء، يعني حضرتك لما تيجي تقرب من الببغاء وتحط ايديك عند الببغاء، فبيحصل ان انت بتسحب ايديك بشكل سريع جدا زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، فاللي بيحصل الببغاء هنا بيكتسب ثقه، بيحس ان هو المسيطر، بيحس ان السلاح بتاعه يعني السلاح يعني جاء بفايدة، وان هو يعني الاقوى، وان انت بالنسبة له جبان. يعني لا يجب ان انت تكون قدام الببغاء انت الاقوى، لما تحط ايديك تحط ايديك مرة واحدة، وإلا بالشكل اللي انت بتعمله كده انت كده بتعمل عملية فزع وعملية يعني ايحاء بتوصلها للببغاء ان انت خايف. يعني انت لما يعني مثلا لما نشوف مثلا ايه اي حيوان لما يحس ان انت خايف منه هيجري وراك، مثلا الكلب مثلا لو حس ان انت خايف منه وبتجري منه هيجري وراك، انما لو انت واقف وثابت طبعا هو مش هيقدر يعمل حاجه لان انت شجاع بالنسبه له. فبنقول ان العض ده اداه للدفاع، فانت لازم تحسسه ان مفيش اي فزع من ناحيته وان انت مش خايف منه خالص مطلقا، وحط ايديك مره واحده على طول مباشره، مش ان انت تفضل كده تحط ايديك وتشد ايديك وتسحب ايديك بسرعه، ده خطا كبير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.